حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر أخبار الصحف المحلية والعربية والعالمية من طبعة اليوم. أولى محطات طبعة اليوم مع الصحف المحلية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، والبداية في الصحف المحلية من جريدة الصباح، ونطالع أبرز ما نشرته لهذا اليوم. الأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين الكاظمي، نعمل على تهيئة البنى التحتية لإحياء الصناعة العراقية، لا استقطاع في رواتب شهر كانون الثاني، ورئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار جهود وطنية لتشغيل معامل الحديد والصلب، إنجاز 60% من مشروع ري الجزيرة في نينوى، وزراعة 10 ملايين دونم من الحنطة، والرافدين يرفعوا فائدة حسابات التوفير إلى 5%. وآخر العناوين في الصباح: البطاقة البيومترية مطلب سياسي ضد التزوير. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها جريدة الصباح لهذا اليوم. نذهب وإياكم إلى الزوراء ونطالع أبرز ما نشرته. استبعدت تعرض البرنامج لأي عمليات اختراق أو قرصنة. أمانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل مشروع الحوكمة الإلكترونية وتؤكد أنه سيقلل من هدر الأموال والروتين. نشرت الزوراء أيضا أكد أن الحكومة تعمل على منع السلاح المنفلت قبل الانتخابات. وزير الخارجية: طلبنا من إيران التدخل لوقف قصف المنطقة الخضراء. القانونية النيابية: 15 مليون ناخب تم تسجيلهم بيومتريا من أصل 25 مليون. وطلب من الكاظمي السماح لدخول 25,000 مشجع لمباراة العراق والكويت. وزير الشباب يؤكد لنقيب الصحفيين ضرورة تسخير الإمكانيات الإعلامية لإنجاح العرس الكروي في البصرة. وآخر العناوين في الزوراء: الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق المحلية. مشاهدينا، أما آخر الصحف المحلية لهذا اليوم فهي صحيفة الزمان، ونطالع وإياكم أبرز ما نشرت. الحكومة تكشف عن مبادرة وطنية لاستقطاب الشباب العاطل عن العمل. عنوان آخر: الإقليم يصرف مستحقات الموظفين باستقطاع 21% من الراتب. والكاظمي يؤكد لأكار رفض العراق أي نشاط يهدد استقرار تركيا. واعتقال متهمين بسرقة 1 مليار دينار وتفكيك عصابة لتزوير السندات والوثائق. وآخر العناوين في الصحف المحلية: الأنواء تجدد تحذيرها من موجة برد شديدة. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها الصحف المحلية لهذا اليوم. بعد الفاصل إليكم أبرز المقالات. وإلى المقالات، ومن صحيفة الصباح نطالع ما كتبه سعد العبيدي تحت عنوان: التبعثر في السياسة والحكم. نقرأ منه هذه السطور: ما أن بانت مؤشرات الانتخاب في الأفق القريب نسبيا، وقبل التأكد من احتمالات عقدها في الوقت المحدد وتذليل كل الصعاب الفنية والإدارية والسياسية التي قد تحول دون تحقيق أهداف الحكومة في عقدها، استنفرت عموم الجهات السياسية المشكلة من قبل قدراتها متجهة صوب التهيؤ والاستعداد، وهذا حق مشروع واستعداد طبيعي، فلجميعهم أهداف يودون بلوغها عن طريق استلام الحكم أو المشاركة فيه، لكن غير الطبيعي هذا التعدد في الكتل والحركات والأحزاب، فإنه تشتيت للناخب وإهام لتوجهاته في الانتخاب، حيث الحاجة في حال الكثرة إلى التفتيش بين أكوام القوائم على الأفضل، مما قد يضطر البعض إلى الامتناع جزعاً واحتجاجاً أو بالتوجه العشوائي كنوع من إسقاط الفروض، وفي كلتا الحالتين ستقل فرص الأفضل في الحصول على الأصوات اللازمة
للفوز وتشكيل الحكومة، الأمر الذي سيعيدنا إلى الطريق نفسه المتعرج في توزيع الأصوات بين العديد من الكتل التي تضطر إلى التوافق والتنازل والتحاصص في تشكيل الحكومة التي مهما بذلت من جهود لن تكون هي الحكومة المناسبة لإنقاذ العراق من محنة الفرقة والتناحر. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف المحلية لهذا اليوم ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف المحلل السياسي واثق الجابري. أهلا ومرحبا بك سيد واثق في طبعة اليوم. يعني نتحدث عن الانتخابات والجدل المستمر مع اقتراب التأجيل، يعني كيف تراقب المشهد السياسي مع طلب المفوضية تأجيل الانتخابات المبكرة؟ شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. يعني اكيد هي مساله الانتخابات تحتاج الى استعدادات، وهذه الاستعدادات ان لم تكن كافيه فلن تكون الانتخابات مشروعه او لم تكتفي كل مستلزماتها التي يمكن ان يثق الناخب في هذه العمليه السياسيه والنتيجه الانتخابيه، باعتبار اليوم هذه الانتخابات انتخابات مفصليه وتمثل مفصل المهم في العمليه السياسيه التي شهدت نوعا من الارباط والضغط الشعبي والتظاهرات، وبالنتيجه اليوم الشارع العراقي يترقب الانتخابات كاحد الحلول للعمليه السياسيه وربما خطوه اصلاحيه من اجل اصلاح العمليه السياسيه. فبالنتيجه اليوم القضيه هي لا تتعلق فقط بالقوى السياسيه ورغبه بعض القوى السياسيه بالتاجيل او تفكير الانتخابات او في الوقت الذي حدده رئيس الوزراء، انما القضيه باستعدادات مفوضيه الانتخابات التي اجتمعت مع الرئاسات ومع القوى السياسيه قبل يومين ربما افترضت هذا التاجيل الى الشهر العاشر. طيب نعم سيد واثق، يعني حسب مراقبتكم للشأن السياسي، ما العوامل التي تقف وراء طلب التاجيل؟ هل هي سياسيه ام فنيه؟ لا، هي ربما يعني بعض الجانب منها سياسي، لكن القضيه الاكثر هي قضيه فنيه، هي استعدادات المفوضيه. ربما كثير من الناخبين لم يحددوا بطاقات البايومتري المفوضيه، لم تكتمل تسجيل الكيانات والائتلافات، وهنالك رغبه لبعض الكيانات وبعض التحالفات من التسجيل، بالاضافه الى الاستعدادات اللوجستيه الاخرى لمفوضيه الانتخابات كالمطبوعات الخاصه بالانتخابات والدعايه الرقابة وطبيعة توزيع الموظفين، لأن اليوم النظام الانتخاب أو الانتخابات في هذه الدورة قد تختلف، يعني ربما تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة عن طريق آلية التصويت وحساب الأصوات وكيفية إدلاء سواء المواطن أو المرشح كيف يرشح نفسه وأين يراقب دائرته الانتخابية. فبالنتيجة هي أعتقد سبب التأخير هو فني أكثر مما هو سياسي. طيب سيد واثق، يعني برأيك عدم تجديد المواطنين لبطاقاتهم البيومترية وتحديثها، هل يعتبر عزوف عن الانتخابات؟ نعم، يعني المشكلة اللي يعني أحيانا المواطن يعني ينقم على العملية السياسية ويحترض، لكن أحيانا بعض الاعتراض هو سلبي، لأنه بالنتيجة اليوم المواطن لم يحدث بطاقته الانتخابية أو لم يقضي بصوته، فبالنتيجة هو منح فرصه لمن يعتبرهم فاسدين او ربما يعني لم يكملوا عملهم بالشكل الصحيح في الشكل التنفيذي والتشريعي. وبالنتيجه يعني اكيد المواطن هو مدعو، لكن هذه طبعا واجبات الحكومه وفوضيه الانتخابات والاحزاب والنقب ايضا والاعلام من حث المواطن باهميه صوته واهميه هذا الصوت في مساله التغيير و كيف يختار الاشخاص، لانه النتيجه هي تجربه، والتجارب من المفترض بمرور الوقت من المفترض ان تتراكم للافضل، لكن يبدو ان الانتخابات في العراق هي بدات تتراجع وبدا العزوف، يعني الى اخر الانتخابات كان عزوفا كبيرا. كثير من المواطنين الذين اعترضوا ربما لم يشارك 80% 75% من هؤلاء لم يشاركوا، فهؤلاء يعني اكيد يشكلون ثقلا في العمليه السياسيه، ودور مهم للمواطن بطبيعه بناء العمليه السياسيه المستقبليه، ولذلك المواطن ايضا شريك في صناعه القرار من خلال الاجزاء الصوتيه. سيد واثق، هناك من يرى ان التاجيل سيتكرر لحين اكمال الدوره البرلمانيه، كيف تعلق على ذلك؟ هذه طبعا ربما هي احتمالات او امنيات بعض القوى السياسيه، لكن انا اقول التاجيل هو يعني
من صالح طرفين، طرف القوى السياسية يعني من أجل لملمة أوراقها وإعادة الثقة مع الناخب والحديث مع الناخب وإصلاح نفسه خلال هذه الفترة، وبنفس الوقت أيضا للمتظاهرين والنخب والفئات الاجتماعية الأخرى التي ترغب بالمشاركة بالعملية السياسية أو من خلال الترشيح، أيضا تحتاج إلى تنظيم نفسها، لأنه خلال الفترة السابقة لم نشهد أنها نظمت نفسها بشكل قوائم أو طرحت برنامجا أو تواصلت مع الجمهور، فبالنتيجة كل المعطيات هي تحتاج هذا الوقت، لكن الاحتماليات تأجيل الانتخابات طبعا هي أكيد هي ستكون ليست برغبة المواطن العراقي، رغبة شعبية والرغبة السياسية، وحاجة العراق هي احتياج إلى انتخابات مبكرة، وبالنتيجة يعني هو الوقت مناسب يعني بالنسبة لكل الأطراف في هذا الوقت الذي حدد أخيرا. نعم، ننتقل إلى محور آخر ألا وهو محور الصناعة وتفعيل القطاع الخاص ومواجهة المستورد. برأيك ما أهم الخطوات لتشجيع الصناعة العراقية، وهل ستتمكن من مواجهة التحديات التي تمر بها؟ نعم، يعني هي مثلا دعم القطاعات الأخرى اليوم في ظل هذه الأزمة المالية وارتفاع الدولار وتأويم الدينار العراقي والأزمة الاقتصادية، طبعا أكيد نحتاج إلى دعم المنتوج الوطني وبالذات الصناعي والزراعي أيضا، طبعا من خلال أولا حماية المنتج من خلال يعني تفعيل دور المنافذ الحدودية بمنع المنتج الخارجي، واليوم أيضا هي فرصة للصناعيين وللتجار أيضا، يعني مسألة ارتفاع الدولار هي تعطي زخما وحافزا للتاجر العراقي والصناعي العراقي، لأنه اليوم أصبح السعر ينافس يعني مقارب للسعر المستورد، لأنه يعني في السابق كان المنتج العراقي أو تكاليف المنتج العراقية تكلف أغلى من سعر المستورد، فبالنتيجة لجأ أو ترك كثير من الصناعيين مهنتهم والتجأوا إلى التجارة، والمواطن العراقي أيضا لجأ إلى الصناعة المستوردة، بالنتيجة هي دور للصناعيين وللحكومة وللمواطن. سيد واثق، يعني ارتفاع الدولار كان إيجابيا في الناحية الصناعية؟ نعم، هو ارتفاع الدولار طبعا اكيد لانه يرفع من قيمه البضاعه العراقيه، لانه اليوم عنده لانه مساله الاستيراد اليوم يعني تصبح البضاعه عندما يستوردها هي تستورد بالدولار، فبالنتيجه الدولار يعني مرتفع بالنسبه للدينار العراقي، فيرتفع اسعار ادت الى ارتفاع اسعار البضاعه الاجنبيه، فبالنتيجه المواطن عليه ان يلجئ الى الصناعات الوطنيه لانها اصبحت موازيه لهذا السعر او ربما تقل عنه، يعني في حال فعلت المعامل الأهلية والحكومية ودعمت الدولة هذا القطاع، المواطن طبعا هو الداعم الرئيسي لتشجيع البضاعة المنتج الوطني، يحتاج أيضا زخم إعلامي ونخبوي وسياسي أيضا بهذا الاتجاه، لأنه الصناعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد في اي بلد في العالم، العراق لا يزال بلد راعي معتمد على النفط، انا اعتقد هذه السياسه هي خاطئه لا تبني دوله، لان يعني بالنتيجه العراق يبيع النفط ويوزعها رواتب، وكانما الدوله اصبحت دوله اعانه او رعايه اجتماعيه لا تستطيع بناء نفسها. نعم، طيب سيد وثق، يعني كيف للصناعه ان تتطور وتتقدم وما زالت الكهرباء ضعيفه في ادائها؟ نعم، يعني هي مسألة الصناعة، يعني أولا لدينا صناعيين ولدينا كثير من رؤوس الأموال، هي يعني أحيانا هي مستثمرة في الخارج، طبعا هو تشجيع الصناع العراقي وتشجيع رؤوس الأموال بوجود الثقة المتبادلة بين المصارف العراقية والصناعيين، بالإضافة إلى جذب المستثمر أو تبسيط الإجراءات للمستثمرين من أجل الاستثمار في العراق وخلق شراكات دولية، ربما اليوم كل العالم يعتمد على الاستثمار والشراكات الدولية والشركات المساهمة، العراق لم يمض بهذا الطريق كثيرا، ربما متأخر عن كثير الدول، يحتاج إلى تفعيل هذه القضية، اليوم كثير من الشركات هي متعددة عبر الحدود، العراق لديه قدرات ومصانع وتقدم ربما في يعني فترات سابقة، يعني من السبعينات الماضي كان ربما يواجه حتى الصناعات الأوروبية في مجال صناعة السيارات الكهربائيات المعدات المنزلية.
نعم المحلل السياسي وثق الجابري، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا إلى الصحافة العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة دعم إجراءات إنجاح الانتخابات العراقية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الاثنين على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات ومنع التزوير والتلاعب، في حين اتفقا على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق جميع العراقيين. ونبقى في الصحف العربية وإلى الدستور الأردنية، وقد نشرت بعد 3.5 سنوات إقلاع أول طائرة من قطر إلى مصر. أقلعت أول رحلة جوية تربط بين قطر ومصر أمس الاثنين بعد 3.5 سنوات من القطيعة، في خطوة هامة لآلاف من المصريين الذين يعيشون في الإمارة الخليجية الصغيرة. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة. ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ الملك عبد الله والسيسي يدعوان إلى حل أزمات المنطقة. أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات في العاصمة الأردنية عمان، أكد خلالها تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة. ونشرت صحيفة الراي الكويتية روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة. أعربت روسيا الاتحادية أمس الاثنين عن استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة في مختلف المجالات، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي إن روسيا عرضت على واشنطن إقامة تعاون ثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى رغبة روسيا في إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. وإلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندنت نطالع بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية. أعربت بريطانيا عن بالغ القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل بالموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مناطق في عمق الضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تهديد مفاوضات السلام في المستقبل. أما صحيفة واشنطن بوست ومنها طالبان تدعو بايدن إلى تنفيذ الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان. دعا طالبان الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر أيار المقبل لضمان مواصلة مفاوضات السلام الأفغانية وإنهاء الحرب التي دامت عقدين من الزمن. ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل، ومنها الصحة العالمية تصرح العالم يتجه نحو إخفاق أخلاقي كارثي بسبب لقاحات كورونا. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
في جنيف من أن تخزين لقاحات من جانب الدول الغنية ليس أمرا غير أخلاقي فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى إطالة أمد الوباء. أفاد تيدروس بأنه تم إعطاء 25 جرعة لقاح فقط في دولة واحدة من أفقر دول العالم، مقارنة بأكثر من 39 مليون جرعة في 49 دولة غنية على الأقل. والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف، ومنها ألمانيا تأمل في بداية جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أمله في بداية جديدة في العلاقات المتردية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نزع فتيل الصراع بين تركيا واليونان حول احتياطات الغاز الطبيعي في الشرق المتوسط. وتابع ماس: أتمنى جدا جدا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أن تتحسن وتتعمق وأن تستغل كل الإمكانيات والفرص المتاحة. مشاهدينا، أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الاقتصادي بعد هذا الفاصل. والبداية لأخبار المال والأعمال مع صحيفة القبس، ونقرأ فيها: صندوق النقد الدولي يصرح نعمل مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون. قال صندوق النقد الدولي إنه يعمل بجهد مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون. وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك على موقف السودان الثابت بعدم خوض الحرب مع أي دولة، وشدد في تصريحات صحفية على أن الأراضي التي أعاد الجيش انتشاره فيها ليست محل نزاع ولا يجب أن تكون. ومن صحيفة الاقتصادية السعودية نقرأ: توتال تستثمر 2.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند. تدفع توتال 2.5 مليار دولار مقابل حصة في أداني جرين إنرجي الهندية للطاقة المتجددة ومحافظة من أصول الطاقة الشمسية، في أحدث خطوة ضمن مساعي شركة الطاقة الفرنسية للحد من اعتمادها على النفط. قالت توتال أنها ستحصل مقابل استثمارها على 20% في أداني جرين ومقعد في مجلس إدارتها، إضافة إلى 50% في محفظة الشركة الهندية من أصول الطاقة الشمسية. مشاهدينا، جولتنا مستمرة بعد هذا الفاصل. ومن صحيفة اليوم السابع نقرأ: لجنة الاتصالات الفيدرالية تسجل رقما قياسيا من عائد مزاد الترددات لاستخدام 5G. ستتخذ شركات الطيران الأمريكية خلال العام الجاري خطوات كبيرة أخرى نحو استكمال بناء شبكات 5G الخاصة بها. واختتمت لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC الأسبوع الماضي مزادا للطيف المتوسط النطاق في النطاق C. تقع هذه الموجات الهوائية في نطاق 3.7 جيجاهرتز و 3.98 جيجاهرتز، وقد ساعد الطلب الكبير على الطيف المتوسط النطاق النادر في توليد 80.9 مليار دولار من العائدات المتعلقة بالمزاد. وأيضا في الأخبار التكنولوجية ومن صحيفة النهار نقرأ: إلغاء تراخيص لموردي هواوي بأمريكا بآخر قرار لإدارة ترامب. أبلغت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب العديد من موردي هواوي بما في ذلك شركة انتل لصناعة الرقائق أنها تلغي تراخيص معينة للبيع للشركة الصينية، تعتزم رفض عشرات التطبيقات الأخرى لتزويد شركة الاتصالات. مشاهدينا، نذهب وإياكم إلى الشأن الصحي بعد هذا الفاصل. و
ومن صحيفة الدستور الأردنية نطالع منع دخول المطاعم وأماكن العمل للممتنعين عن تطعيم كورونا في أستراليا. تعتزم ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية وضع لوائح وقيود جديدة للممتنعين من تلقي لقاحات فيروس كورونا، تصل إلى منع أي شخص رفض تناول التطعيم من الدخول إلى المطاعم والمتاجر وأماكن العمل، وفقا لخطة جديدة وضعتها الولاية الأسترالية للحد من تفشي الوباء. ومن الأخبار الصحية، كتبت صحيفة البيان الإماراتية بريطانيا تعلن تطعيم أكثر من 50% ممن تجاوزوا 80 عاما بلقاحات كورونا. أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن أكثر من 50% من البريطانيين الذين تجاوزت أعمارهم عن 80 عاما قد تلقوا لقاحات فيروس كورونا، متوقعا أن يتلقى جميع البالغين التطعيم خلال أيلول المقبل. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في الشأن الصحي، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف مدير مستشفى فاطمة الزهراء عليها السلام دكتور عباس الحسيني. أهلا ومرحبا بك دكتور عباس في طبعة اليوم. يعني نتحدث حول ما يثار يعني من تعليقات حول دخول السلالة الجديدة للعراق، مع ما نلاحظه من تراجع في الإصابات والوفيات وارتفاع نسبة الشفاء. شكرا جزيلا لكم، صباح الخير لجنابكم ولجميع كادر قناة العراقية الأبطال وللشعب العراقي. صباح جديد، ونتمنى حقيقة الصحة والسلامة لشعبنا العراقي البطل. اليوم حقيقة ما وصلنا إليه من جهود جبارة نتيجة الدعم المتواصل من قبل معالي وزير الصحة ودولة رئيس الوزراء في احتواء الأزمة، وصلنا إلى نسبة شفاء عالي جدا. هذا بمفخرة من نتيجة الجهود الجبارة اللي بذلها حقيقة الكادر الطبي. اليوم مسألة ظهور السلالة الجديدة اللي حقيقة فاجأت العالم وأغلقت ما يقارب 50 دولة حول العالم، واليوم وصلت إلى دولة جارة إيران ولبنان. لبنان اللي الآن حقيقة أجواءها تقريبا أغلقت وتستعد أن تكون تبتعد عن يعني السيناريو اللي صار في باليا، لأنه بدأت تعطي خسائر كبيرة. اليوم إحنا لسنا بمأمن حقيقة وبعيدين عن السلالة الجديدة، لكن الإجراءات المشددة اللي اتخذتها وزارة الصحة من خلال غلق الحدود سواء البرية أو الجوية أو البحرية واتخاذ الاحتياطات جعل يعني الأمور قد تكون تحت السيطرة إلى حد ما. نعم دكتور عباس، يعني هل نستطيع القول بأن العراق تجاوز مرحلة الخطر بشأن إصابات كورونا، أم أن هناك مخاوف وحذر من عودة الإصابات مجددا؟ أحسنتم، الحكمة تقتضي أنه احنا نستفيد من التجارب التي مرت علينا في الأشهر السابقة في العام المنصرم. نعم. حينما العراق استطاع أن يسيطر، يعني كان العراق مؤمل الشهر الرابع أو الخامس حقيقة يصفر الحالة، لكن عدم احترام المواطنين لتعليمات خلية الأزمة والتزامهم بارتداء الكمامات والتباعد المكاني دخل العراق في أزمة، وأزمة كانت خانقة من خلال الإصابات الكثيرة وشحت بعض المواد والمستلزمات. لكن اليوم إحنا لسنا بمأمن من الخطر، اليوم الحكمة تقتضي الاستفادة من تجارب الآخرين وتجاربنا السابقة، أنه يجب اتخاذ الإجراءات بالشدة. ونلاحظ إحنا وزارة الصحة اليوم بقيادة معالي السيد وزير الصحة والسادة المدراء العامين، إحنا في دار صحة الرصافة متشددين جدا. اليوم ممنوع منعا باتا أي منتسب أو أي مواطن يدخل لأي مؤسسة اللي يرتدي الكمامة والتباعد المكاني. اليوم الوقاية هي خير من العلاج. اليوم يجب أن يعلم الشعب العراقي أن نحن لسنا بمأمن من الإصابات، يعني الإصابة حقيقة بالفيروس الجديد، لأنه عملية تشخيصها ما زالت لحد الآن قد تكون مبكرة، وزارة الصحة تسعى لإدخال مختبرات متطورة الحاقة للمختبرات كوفيد 19 من أجل يعني الكشف عن السلالة الجديدة. نعم. لذلك دكتور هناك هناك تحذير من موجة برد شديدة في الأيام المقبلة، وأن الفيروس ينشط في البرد، ما هي الإجراءات المتخذة للحد من هذا الانتشار؟ طبعا احنا الإجراءات يعني اولا الفرق الميدانية اليوم يعني بقيادة حقيقة مدير عام صحة الرصافة، احنا في دار صحة الرصافة
اليوم نتحرك ضمن قطاعات الموجودة برصافة إلى كل المراكز الصحية والمناطق الموجودة من خلال نشر الوعي وزيادة ثقافة المواطن وتوزيع الكمامات. اليوم الكمامات متوفرة وبأسعار رخيصة جدا، قامت يعني قمنا بتوزيعها مجانا حقيقة للمواطنين الكرام بكل مؤسساتنا الصحية ومراكزنا الصحية. اليوم مسألة أنه الإجراءات وزارة الصحة هي رسالة واضحة جدا أنه نحن لسنا بمأمن، والحكمة تقتضي أنه إحنا ما زلنا نسيطر على يعني حقيقة مرضانا. اليوم أي حالة نشتبه بها بالمستشفى يتم عزلها مباشرة وأخذ المسحة. أصبحت المسحات تطلع النتائج خلال ساعات قليلة لا تتجاوز الأربع خلال خمس ساعات، فتكون إجراءاتنا سريعة في أي حالة تعزل رأسا. وأيضا مستشفياتنا الصحية تقريبا عادت إلى الخدمة الطبيعية للأمراض العادية، وصارت لدينا مراكز معينة لاستقطاب مرضى فيروس كورونا والمشتبه بهم. فهذا أيضا كله كانت نواحي إيجابية من خلال تفعيل الخدمة الصحية، وأيضا مسألة تعزيز حقيقة ثقة المواطن مؤسساتنا الصحية. نعم. والسيطرة على الأمراض اللي ممكن تصير نتيجة فيروس كورونا. نعم دكتور، فيما يخص اللقاحات، هل تعتبر مستشفاكم إحدى مراكز التطعيم، وكيف هي الاستعدادات لاستقبال اللقاح؟ نعم طبعا، شكلت لجنة بأمر من السيد معالي وزير الصحة والسيد مدير عام صحة الرصافة، كانت مستشفانا أحد المستشفيات المسؤولة عن تطعيم لقاح فيروس كورونا، واتخذنا إجراءات من خلال تهيئة المكان حقيقة والأسرة والثلاجات الخاصة، وسوف يبدأ التدريب على الكوادرنا الصحية على كيف أعطاء اللقاح، وسوف يتم العمل بإعطاء اللقاحات الأولوية للكوادر الطبية والصحية التي تعمل في وزارة الصحة. واللقاح يعني قد تم يعني وصول معلومة أنه قد يكون في مطلع الشهر الثاني أو منتصف الشهر الثاني يكون اللقاح موجود، وطبعا وجود اللقاح حقيقة سوف يكون هناك يعني نواحي إيجابية من خلال حماية الكوادر الطبية، لأنه يجب حمايتها لأنه بتعطي خسائر حقيقة يومية، وأيضا سوف تعطى للناس المعرضين للخطورة مثلا اللي مناعتهم قليلة أو كبار السن أو القوات الأمنية أيضا، حتى في سبيل نحافظ على أبناء شعبنا. وأيضا وزارة الصحة بخطوات استباقية مع جميع يعني حقيقة الشركات اللي بتحاول تعد يعني من مصادر الحصول على اللقاح من أجل أنه أعطاء وصول كمية كبيرة من خلال حسب قول السيد معالي الوزير أنه وصول تمرد مليون جرعة لقاح، وهذا يغطي حقيقة ما يقارب أكثر من 20% من الشعب العراقي. مدير مستشفى فاطمة الزهراء عليها السلام دكتور عباس الحسيني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا، إلى أخبار الثقافة والفنون بعد هذا الفاصل. وإلى أخبار الثقافة والفنون، كتبت صحيفة الراية القطرية اكتشاف مقبرة طفل روماني ومعه كلبه عمره 1000 سنة. اكتشف علماء آثار يناقبون في مطار كليريمون فيران بفرنسا بقايا طفل روماني يبلغ من العمر 2000 عام، ينتمي للطبقة العليا ومعه كلبه الأليف. ويلقي هذا الاكتشاف مزيدا من الضوء على طرق دفن الأطفال الرومان. كان مع بقايا الطفل وعاء ومسهريات زجاجية وسن لبني لطفل آخر، ويعود تأريخ طقوس دفن الأطفال الغامضة إلى العصر الروماني منذ حوالي 2000 عام. ومن أخبار الثقافة والفنون أيضا، كتبت صحيفة الأهرام المصرية المتاحف الفرنسية تلجأ للترويج الإلكتروني لجذب الشباب. أقامت متاحف فرنسية تعاونا مع إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لتوسيع قاعدتها الجماهيرية لدى مستخدمي التطبيق المحبب خصوصا من المراهقين. تهدف الشراكة بين مختلف المتاحف ووسيلة التواصل الاجتماعي إلى إتاحة الفرصة لمستخدميها الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و 25 للتعرف على هذه الصروح كقصر فرساي ومتحف كيبرانلي، مما يحفزهم على زيارتها حضوريا ما أن تسنح لهم الفرصة مجددا. بعد الفاصل إليكم أبرز الأخبار المنوعة.
ومن الأخبار المنوعة اخترنا لكم ما نشرته صحيفة رؤيا الإماراتية: إعادة خاتم زفاف لسيدة إيطالية بعد 30 عاما من فقدانه. استعادت امرأة إيطالية خاتم زواجها بعد 30 عاما من فقدانه لها، إذ فقدت الزوجة الشابة آنذاك خاتم زواجها في ماء البحر أثناء تواجدها على البحر، ولكن في واقعة غريبة حدثت، فقد أعيد خاتم الزواج لصاحبتها بعد 30 عاما من الواقعة، إذ تمكن الغواص لوغا لوبينا من العثور عليه أثناء الصيد بالرمح في تلك المنطقة، فوجد الخاتم بشكل مفاجئ وغريب. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية نقرأ: رصد فخ كهربائي تنصبه ثعابين البحر لصيد الأسماك. رصدت مجموعة من العلماء ظاهرة فريدة، حيث إنه للمرة الأولى تم تسجيل قيام مجموعة من ثعابين الماء في الأمازون لنصب فخ كهربائي بهدف الصيد بطاقة كهربائية تبلغ قوتها 860 فولت، وهي المرة الأولى في التاريخ. وتمكن باحثون يعملون في مناطق الأمازون بتصوير ثعابين الماء وهي تتجمع بهدف صيد الأسماك عن طريق نصب فخ كهربائي، وهو أمر غريب في عالم الحيوان. مشاهدينا، أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في الشأن الرياضي بعد هذا الفاصل. ونشرت صحيفة النهار: صحيفة إسبانية تكشف براءة ميسي من الاعتداء على لاعب أتلتيك بلباو. كشفت تقارير صحفية كتالونية عن براءة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب برشلونة من تهم الاعتداء على لاعب أتلتيك بلباو في السوبر الإسباني، والذي خسره البارسا على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، ما يزيد من التكهنات بشأن المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الملاعب للإيقاف. ورجحت الصحيفة إيقاف ليونيل ميسي مبارتين فقط، مستبعدة حصوله على عقوبة أكبر خلال الساعات المقبلة. ونشرت صحيفة القدس العربي: إنتر ميلان يقرر تغيير اسم وشعار النادي. كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تغيير مرتقب في اسم وشعار نادي إنتر ميلان الإيطالي، وقالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن نادي إنتر ميلان سيقوم بإحداث عدة تغييرات خلال الفترة المقبلة، أهمها تغيير اسمه وشعاره اعتبارا من شهر آذار المقبل. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام جولتنا في الصحف لهذا اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.